عاوز تقول حاجة؟ الحقيقة أنا حاسة بذنب كبير، كنت فاكرة إن إرادتي أقوى من كده، بس الإغراءات كانت جامدة. كل مرة كنت بقول لنفسي قبل ما أمد إيدي أنا لازم أبطل أبطل، ما أعملش زي العيال. حاسة بالذنب لأنك ضعيفة ناحية الحلو. زبادي بيتي كله فاكهة حقيقية وباينة أهية. زبادي بيتي بالفاكهة حلي وما تحسش بالذنب.